سلام البنات، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم الفيديو ديالي عبارة عن روتين، كيفاش نغيروا من الروتين اللي كنعيشوه، خصوصا حنا دابا داخلين على اجواء الخريف واجواء البرد، يعني الانسان كيبقى في دارو مدة اطول. يعني نوريكم بعض لي زاستوس او لي تروك، يعني الانسان باش كيحاول اللي يحافظ يعطي يخلق جو سعادة في البيت ديالو باشياء بسيطة وغير مكلفة. ومن ضمن هاد الحوايج اللي انا اقترحتها لكم، يعني مثلا هاد الطاولة اللي كتكون قدامنا على طول الوقت، الطاولة ديك اللي كتكون سونتر بيس او المائدة اللي كتكون المائدة ديال الرجل كيف كتقال باللغة العربية، كيفاش غنحاولو نديكوريوها بطريقة كتكون كتعطينا حيوية، كتعطينا الوان، كتعطينا بهجة، بالرغم اننا ما غاديش نخرجوا من الدار بزاف، لان كتعرفوا بان الخريف جاي، غادي تجي الشتاء، غادي يجي البرد، يعني الناس قل الحركه خارج المنزل، يولي المنزل هو المكان ديالنا الوحيد او المستجم ديالنا اللي غنبقاو جالسين قدامه قدام التلفزيون. المهم كيف كتشوفوا، هذه الطاوله ديالتي ديال الزجاج نظفتها بالمنظف ديال الزجاج اللي كنستعمل دائما ليها، اللي كيخليها دائما لامعه ونقيه ومعقمه. جبت هذيك لي سوبلا، هذيك الغطاء الغش اللي كيكون لي سوبلا اللي كنديرو او سالبا مانتل كي تيقولو من الاسبانيين. وجبت هاد الديكور اللي انا صايبته بالايد ديالي، هذاك الديكور، ديك القريعه كانت عندي ديال الزجاج اللي كنستعمل فيه الماكله وغيره. المهم بعد ما غسلتها ونظفتها حاولت نديكوريها ونصبغها بصباغه اكريليك فداك اللون البرونز، طات لون زوين، لون كيشبه الخريف، ديال اللون ديال الخريف والاوراق الشجر اللي كتسقط دابا. المهم لونتها بهذه الطريقه كيف كتشوفوا، حاولت الجناب ندوز اليوم الساق ونصبغ غير البلايص الجويات القلالين كيف كتشوفوا. من بعد ما نشفات درت فيها شويه ديال هذاك العقيق من الجنيبات كيف كتشوفوا باش كيعطي داك لابريونس. واخر حاجه عمرتهم بهذيك هذاك الحجر اللي كيتباع، موجود في ايكيا، كاين في الالوان وفي الاشكال. انا اختاريت اللون الاخضر باش يعطينا بهجه ويفكرنا في الربيع وبهجه الربيع. صافي، نفس القرعه كذلك هي القرعه كيف كتشوفوا، راه هي جبتها من ايكيا، كتباع في ايكيا بثمن بسيط جدا. عمرتها بهذاك الحجر في اللون الاخضر كيف قلت لكم كاين في الالوان، يمكن لكم تعتمدوا اي لون بغيتوا كيتمشى مع ديكور الصاله اللي كتجلسوا فيها. انا حطيت اللون الاخضر باش يفكرنا بهجه الربيع، باش نغيروا الروتين ديال الالوان الخريف اللي كتعتمد على الخضر والبرونز واوراق الشجر الخضراء. المهم عمرت الورقه ديالي ودرت هذاك الورد الارتيفيسي اللي كتبعته في ايكيا بثمن مناسب جدا، وحده كتباع بأورو، وحده كتباع بخمسين سنتيم. انا ماشي بالامكان ديالي انا نجيب ورد طبيعي، طبيعة الحال اصلا الخريف وما كيصدقش لي انا الورد، كنعوضو بالورد الارتيفيسي اللي كيبقى ثمن اقتصادي مناسب وتيبقى منور على طول العام. صافي، من بعد ما زينت القريعه ديالي كيف كتشوفوا، طوب نظر مبهج وضروري ما نخلق شويه ديال السعاده وشويه البهجه وشويه الدفء للمنزل. كنجيب انا هاد الشموع المعطره بالريحه ديال الحامض، راه كتباع في في ميركادونا عفوا، ثمن تاهي ديالها مناسب. صافي كنشعلها بهذه الطريقه، وهذاك الكويس اللي فيها تا هو كيتباع في ايكيا، غير انا زينته بالليستراس باش كيعطي منظر زوين، انا كنحمق على الليستراس وغيره. صافي كملت الزينه بعد لي زاكسسوار وهذاك النبات الارتيفيسيال، كيف قلت لكم انا ماشي بامكاني نجيب نبات طبيعي، عوضته بالنبات الارتيفيسيال كيبقى مخضر على طول العام، كيعطي منظر، كيعطي بهجه للصاله ديالتنا وضيف وحنين. وبهكا غادي نستجمو في الخريف ديالنا ونستمتعوا بالمشاهده ديال التلفزيون ولا نقبوها كزريعه ولا الحمص، وحنا مستمتعين بالدفء ديال البيت ديالنا بلا ما نحتاجو ان نخرجو ونقلبو على الطبيعه. لان الخريف اكيد كتعرفوا ان الخريف كيتبدل الجو، تيوليو الامراض، يولي الانسان ما يقدرش يخرج من دارو. المهم بهذه الطريقه انا خلقت جو زوين ومبهج للصاله ديالتي، نتمنى نكونوا استفدتوا منه ويعجبكم وخديتوا افكار باش نتوما تزينوا الصاله ديالكم وتبعتوا فيها روح ديال الخريف. بعد ما ساليت مع الصالون ديالي وخلقت فيه جو السعاده والبهجه والدفء، دابا غنمروا نحضروا مع بعض دي بيني بشكلين كيجيو صراحه رائعين في المنظر وشيوشين وبنانين. يلا نشوفوا مع بعض المقادير والوصف والطريقه. بالنسبه لهاد البيني غنحتاجوا تقريبا 350 غرام ديال الدقيق خاص بالحلويات، عندنا هنا معلقه كبيره ديال السكر، 100 ملي ديال الحليب غيكون دافي، المهم الحليب على حسب طبيعه الحال الدقيق. غنعجنوا به العجينه، البيضه ما كاملاش غنضرب بيضه، ندير غير نصف ديالها. عندنا 20 غرام ديال الزبده ومعلقه كبيره او متوسطه ديال الخميره على حسب طبيعه الحال الحراره ديال الجو، قبيصه ديال الملحه وساشي ديال الفانيلا من قيمه 7 غرام. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في البيني ديالنا، واكيد غندير نصو بيض ونصو غنضيف له معلقه ديال الكاكاو باش يعطينا الكونتراست بين البيني بيض وبيني بالكاكاو.
دابا نمروا لتحضير الوصفه. على بركه الله غندوزوا لتحضير الوصفه. من بعد هادشي عندي الدقيق، غادي نديرلو الخميره هنا الوسط، وغنضيف له السكر باش زعما يتفاعلوا مع بعضياتهم، الفاني هادي كرشي ديال الملح نديرها في الجنيب باش ما تبقيش ليا الخميره وتخسر المفعوليه ديالتها، والزبيده كما عرفت الزبيده صافي. غنضيف نص بيضه حتى نص المقادير صافي. على بركه الله نبدا نعجن الحليب، هو دفيتو بسم الله، عجنها بيدي حيت الكميه قليله بزاف، ما حتاش نخدم الماكينه. دابا نقسم الكميه، وحده غنخليها سامبل، وحده غنضيف ليها الكاكاو المر. درت تجغيمه ديال الحليب باش ما يبقاش يطير ليا الكاكاو، كرت ليه بنفس صافي وصافي. غنبقى نحاول نجمع فيه حتى ينسجم مع العجينه وتبان لون واحد. غنخليهم يخمروا ومن بعد غنمروا باش نحضرهم. نبدا نسطح العمل بشويه ديال الزيت، نجيب الكويره من بعد ما ارتاحت ليا، ونحاول نطلقها يكون السمكه رقيقه شي شويه. نجيب قطعة دائرية ونقطع، هذا هو الشكل ديالهم بعد ما قديناهم وقطعناهم. دابا غنغطي عليهم ونخليهم يخمروا ومن بعد نقليوهم. بالنسبه للطريقه ديال القلي ديال هاد لي بيني ديالنا، كنقليوهم بعد ما كنسخنوا الزيت واحد شويه، كنهبطوا العافيه باش لي بيني انفرميهم، لان كيف كتعرفوا طلقناهم رقيقين باش يتنفخوا لنا. غادي نقصو من العافيه باش ما يتحرقوش لنا ويطيبو لنا من الداخل. صافي غنرمي جميع الكميه ديالتي، غنسبق بالبيضين اكيد حتى يتقلاو ويتحمروا ليا، ومن بعد غنسبق باللون ديال لي بيني اللي درت ليهم اللون ديال الكاكاو. صافي كنحسوا بانهم تحمروا وطابوا من الداخل، نحيدهم ونصفيهم، وسيبقى لكم بطبيعه الحال الاختيار في التزيين وفي الحشوه. بالنسبه لي انا ولادي طلبوني ما بغاوهمش ندير لهم حشوه ديال الشوكولاته ديال النوتيلا او الحشوه ديال الكريم باتيسير، فقط هما قالوا لي غير لهم شويه ديال السكر لانهم كيعجبهم دوك لي بيني القدامين، دوك لي بيني تراديسيونيل، لان بصراحه لي بيني كيجيو نفس المذاق ديال دوك لي بيني، دوك السفنجات ديال اللي كيتباعوا في المغرب، دوك المدورين اللي كنديروا لهم السكر، كيديروا لهم السكر وتيبيعوهم لينا نفس المذاق بتمام والكامل صراحه كيجيو. المهم انا كيف كتشوفوا دهنتهم شويه ديال الكونفيتور وكندوزهم شويه ديال السكر هكا،
الكونفيتير دهنتو باش دهنتو الكونفيتير باش يشد فيهم هذاك السكر هكا حبيبات صافي. طبيعه الحال كيف قلت لكم الزين تيبقى الشكل ديالو اختياري. اما بالنسبه للمذاق كونوا اكيد ان ما غادي يجيكم نفس المذاق ديال لي بيني اللي كيتباعوا في الزنقه، تيجيو مفشفشين ورائعين. النكهه ديالهم صراحه هائله جدا. وهنا تنوريكم الشكل ديالهم كيف كيجي، كيجيو مفشفشين ومهويين من الداخل، وكيبقى لكم كيف قلت لكم حريه الاختيار انكم يمكن لكم تعمروهم او يمكن لكم اكيد تنولهم بهذه الطريقه اللي كيجيو فنيين رائعين بها. اخر حاجه انا اختاريت نزينهم اني كبيت عليهم صوص ديال الشوكولا. طبيعة الحال كيبقى اختياري، يمكن لكم دو الصوص ديال الفريز او الصوص ديال الكراميل ولا اللي يعجبكم، يعني التزيين تيبقى على حسب ما بغيتو. المهم نتمنى يكون عجبكم هاد لي بيني ديال لي بيني تراديسيونيل بهذا المذاق وبهذا الشكل الجديد اللي درتو معكم. يجيو صراحه كيف قلت لكم واعرين 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 بنانين، نفس المذاق ديال لي بيني الزنقه، نفس لا تيكستور ولا نفس الشكل، يعني تقولوا شي واحد في السفناج برا اللي صايبهم لكم. نتمنى تجربوهم، نقول لكم بالسلامه عليكم، ونكون اكيد ان الوصفه تنجح معكم من اول مره. الى اللقاء.